أربع سنين مرقوا على غيابك وكأنه ما في شي تغير. كله بقى مثل ما تركته، وكل يلي حلمته عم نبلش نحققه. هلا جبران كان مفكر يعمل تلفزيون نهار بمرحلة معينة، وقت أنا كنت بالمدرسة ما كنت ابن فت بعد على الجامعة، والمشروع انطوى أساس مكلف كتير، وحبيت فكرة الويب تي في النهار ويب تي في تكمل هيديك الفكرة، وعندي إيمان إنه وصولها رح يكون بعد أهم إنه يكون عندنا تراديشنال تي في ستيشن او محطة تلفزيونية بالمفهوم التقليدي. وهيك بلشت النهار تي في، من سنة وشوي كانت بداية الطريق، بلش فريقنا يتشكل وصارت الويب تي في تنتقل من نجاح لنجاح. بالأول اجت جوانا، بعدها كان دوري، وبالأخير انضم نور لقلنا، وهيك اكتمل الحلم وصار حقيقة. لو جبران موجود كان يمكن ما كان يمكن ما كان بيطلع مكتبه، يمكن كان كل الوقت مقضيها هون يشوف من أدق التفاصيل، يعني من الكاميرايات ونوعها وشو بتصور، للترايبودز، للمواضيع، للكمبيوترز، يعني من أقل شيء لحد ما نوصل لقصة الإخراج وشو بدنا نحط على الويب تي في. يعني يمكن كان قاعد فترة معنا هون يومية بس تتابع هذا الموضوع، لانه مثل ما هو باشنت يعني، او على التقنيات بحد ذاتها، كمان على الافكار وكيف بقى اذا شاف يعني فكره من افكاره عم تتحقق بهالطريقه هيدي، يعني ما بعتقد يعني محل ما هو هلا